الأمور المهمة التي يحسن بالمرء أن يعتني بها في طلب العلم أن يعتني بخلو الخاطر، يحاول أن يتخفف، والتخفف يكون من أمور: يتخفف من الهم فيبتعد عما يسبب له هما، والتخفف من الشغل. التخفف من الهم يكون بماذا؟ بأن تبتعد عما يزيل عنك الهم. بعض الأشياء تأتيك بهموم وتأتيك بغموم فابتعد عنها. ذكر ابن أبي زمنين المالكي عليه رحمة الله في كتاب أصول السنة أن شريح كان مخضرما، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وولاه عمر رضي الله عنه القضاء، فكان من خير التابعين، ليس خير التابعين، وإنما خير التابعين أويس القرني كما في مسلم، وإنما هو من خير التابعين رضي الله عنه. أن شريحا القاضي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا جاءت الفتن فلا تستخبر ولا تخبر، يعني لا تسمع أخبار فيأتيك هم، ولا تخبر سولف في أمور الأخبار هذه فتشغل وقتك وتنشغل فيما يضيع عليك العلم. فأحيانا التخفف من هذه الأمور يبارك الله عز وجل في وقتك، وقتك قصير جدا، فاحرص دائما على التخفف من هذه الأمور. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: لو أمرني أهلي بشراء الباقي الله لما اكتسبت من العلم شيئا، ما اكتسبت من العلم شيء. فدائما حاول أن تتخفف، ليس معنى أنك تتخفف أن تعق بوالديك أو تنقطع عن الواجبات، لا، هذا نقص في العقل ولا شك، ولكن المرأة يجمع بين الأمور ولكن يتخفف مما لا فائدة فيه. وكل امرئ منا لو نظر في خاصة نفسه سيجد أنه ينشغل ببعض، لا أقول مباحات، بل هو يعني أقل، خلنا نقول مكروهات على أقل أحوالها. فلو تخفف من هذه الأمور وأبدلها بالانشغال بالطاعة في العلم فإنه مهم.